تواصلنا مستمرة، انطلاقاتنا تستمر شوطا يتلو الآخر. أعلنت انطلاقة جديدة للشوط الثاني عشر، وهو من أحد أشواط المشتركات في صباح هذا اليوم. هذا الشوط خاص بالقعدان، المركز الأول شاهين لسعيد بن عتيق بالسائق المزروعي. ننتقل إلى المركز الثاني مع وجود أيضا مشاهدين الأعزاء من يتواجد في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق. لمبارك بن حمد بن دحلوي العامري والمركز الثالث من الجانب الأيمن من يتواجد خلال هذا الانطلاق، وخلال أيضا هذا الإبداع القوي والمثير. ما شاء الله، شوف التدخلات السريعة في انطلاقة هذا الشوط. لأحمد بن ناصر الغفيلي يأتي أيضا على المركز الثاني خلال هذا الانطلاق. أحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي يتواجد على المركز الثاني خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير، متقدما أيضا بوجود هذا الاسم خلال هذا الانطلاق المميز. بينما المركز الثالث لخليفة بن علي بن حمد العطية مع وجود السد في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير، ولكن شوف المقدمة والصدارة ما زال أيضا مع بالصائغ سعيد بن عتيق بالصائغ المزروعي. والغفيلي ياتي ايضا بوجود شاهين احمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي بحوار ثنائي مع سعيد بن عتيق بالسائق المزروعي. المعركة ثنائية ما بين ابناء سوحان وابناء عمان في تقدم ثنائي لاختطاف المركز الاول. شوف الصدارة بالسائق، ولكن الغفيلي احمد، ولكن العودة مع بالسائق. يا هي معركة ما بين الاثنين لتحقيق المركز الاول بدخول ثنائي، واتوقع مع سعيد بن عتيق بالسائق، ولكن سوف ايضا تاتي بالاعاده والافاده امام حضراتكم متابعينا الكرام. المركز الثالث هناك ايضا شعار الروتلي يتوقع صاحب المركز الثالث. دقيقتين و13 ثانيه توقيت الاثنين حتى الان بنقول فتهانينا لاحمد بن ناصر بن سعيد الغفيلي، والتهاني ايضا لسعيد بن عتيق بالسائق المزروعي.